يزن النعيمات يخفض راتبه من أجل الأهلي بعد مقابلة سامي قمصان، والأهلي ينهي الاتفاق مع مهاجم ناري من الدوري الأسباني، كارثة انتقال بن شرقي للزمالك رغم رفض الإدارة، وشوبير يهاجم أحمد سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واستأذنك يا صديقي العزيز، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان، ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس يوصلك كل جديد، وتعمل فولو لصفحة الفيسبوك. طبعا كلكم قريتوا الخبر اللي كان بيقول ان الكابتن سامي قمصان يعني المدرب العام للنادي الاهلي كان موجود في مباراة السعودية والاردن اللي كانت اقيمت في اراضي المملكة العربية السعودية، والصحفيين قالوا الكلام ده، بالذات احد الصحفيين الاردنيين المعروفين، وقالك ان هو كان داخل عشان يتفرج على يزن النعيمات بس، لان مارسيل كولر بيثق في سامي قمصان ثقة عمياء. وعايز اقولك على حاجة برضو يا جماعة جانبية، ان مارسيل كولر قال بنفسه ان هو سمع كلام سامي قمصان لما اقترح عليه ان كريم فؤاد يلعب باك ليفت، والنتيجة اتت بثمارها. يعني هو الراجل بيسمع للمساعدين بتوعه، بيسمع لسامي قمصان، الراجل شايف ان سامي قمصان عقليته التدريبية جيدة جدا وبيثق فيه جدا، ودي حاجة كويسة قوي وقوية قوي ان يبقى فيه كادر جديد زي كابتن سامي قمصان، ممكن في يوم من الايام كمان سنة او سنتين يكون احد المديرين الفنيين البارزين في الدوري المصري، ايا كان الفريق اللي هيدربه بقى، الاهلي، المقصة، مش عارف مين، ايا كان. ودي حاجة بتفرحنا احنا ان بيطلع كوادر جديدة كمديرين فنيين في الدوري المصري مصريين، دي حاجة تفرحنا وتسعدنا ان يبقى في مديرين فنيين وطنيين ومصريين كتير على الصعيد المحلي، او يا رب ان شاء الله الدولي كمان، ويكونوا جيدين زي جودة كابتن سامي قمصان، زي جودة حسين ياسر المحمدي اللي في يوم من الايام افتكروا كلامي ان شاء الله تشوفوه حد قوي قوي في التدريب. وعايز اقول لك ان احمد مجدي برضو المدرب في الزمالك عنده فكرة عالية جدا، عايز اقول لك ان يعني ناس كتيره جدا زي كابتن علي ماهر طبعا مدير فني قوي وراجل يعني ذو باع، بس مش عايز انسى حد، ان في ناس كتيره كويسه وناس كتيره تستحق. المهم قالوا ان سامي قمصان شافه، ويزن النعمات عارف ان سامي قمصان جه شافه، ويزن النعمات عنده عروض كتيره جدا، وفي ناس تقول ان الراتب بتاعه دلوقتي 3 مليون دولار. ولكن ما اثير مؤخرا ان يزن النعيمات ما عندوش مشكله تماما رغم العروض الكتيره اللي متقدمه له. واللاعب ده يا جماعه كنز، وكلمتكم قبل كده عنه في حلقه كامله، كنز ما شاء الله عليه، وصغير في السن وهداف منتخب الاردن وهداف نادي الاهلي القطري، وحاجه كده ما شاء الله يعني فلته كده. فيقال ان هو مستعد ينزل راتبه رغم العروض الكتيره التي تنهال عليه من الخليج ومن احد او من بعض الدوريات الاوروبيه. هو مستني الاهلي يكون اتفاق جدي، ومستني ان هو ينزل الراتب بتاعه. الاهلي له 3 مليون دولار كتير جدا، والشرط الجزائي بتاعه مليون دولار. الاهلي ما عندوش اي مانع وعنده القدره الماديه على دفع مليون دولار كسر الشرط الجزائي، ولكن المشكله في الراتب السنوي، لان الاهلي عامل سقف رواتب حاليا وهيطبقه من الموسم الجديد، وكل اللعيبه الموجودين في الاهلي الاجانب هيتم تخفيض الرواتب بتاعتهم في بدايه الموسم الجديد ان شاء الله. فيزن النعيمات لو الراتب بتاعه من مليون لمليون ونص، ممكن الاهلي يعني مع ان الاهلي عايز ينزل لغايه مليون ويمكن اقل كمان. فيزن النعيمات لو نزل الراتب بتاعه مبروك هو في الاهلي. ما نزلش الراتب بتاعه مش هيجي الاهلي، من الاخر هما الكلمه ورد غطا. الموضوع النادي بتاعه ما عندوش مشكله، اللاعب ما عندوش مشكله، الوكيل ما عندوش مشكله، الاهلي ما عندوش مشكله، كولر ما عندوش مشكله. كل الاطراف مرضيه، القصه الوحيده ان يزن النعيمات الراجل بياخد 3 مليون دولار، وفي كلام ان هو ممكن يروح نادي خليجي ثاني ياخد فيه 5 مليون دولار، وفي كلام انه ممكن ياخد 7 مليون دولار في الموسم. فانت هتحسبها فلوس ولا تحسبها مجد وتاريخ وشهره؟ هو ادرى، كل واحد ليه فكر، واحد يقول لك لا طبعا حسب فلوس، واحد يقول لك لا يا عم حسب مجد وتاريخ وشهره. يجي النادي الاهلي ياخد بطولات وانجازات ومكافئات واعلانات وشهره كبيره على الصعيد العربي وقصه كبيره وحدوته. ولا تقدر تروح انديه خليجيه مالهاش جمهور بتلعب عشان خاطر الفلوس وتبقى لاعب، يعني ياما لعيبه يا جماعه بيلعبوا في الانديه الخليجيه لعيبه قويه قوي وكويسه جدا، بس من المشجعين ومن الشهره لا يلقوا الكثير، لان هذه الانديه غير يعني مش انديه جماهيريه كبيره.
يعني تعالى مثلا شوف حد زي اكرم عفيف. اكرم عفيف يا جماعه لاعب اسطوري مش طبيعي، بس تيجي تشوف مثلا شهره اكرم عفيف في العالم، مش هقول لك في الوطن العربي، وتشوف مثلا شهره حد زي مصطفى شوبير اللي الفيفا اتكلموا عنه، امام عاشور اللي الفيفا كتبت عنه ان هو من احد العشر لعيبه اللي لازم تتفرج عليهم وتتابعهم في كاس العالم للانديه اللي فيه 24 فريق. يعني الفيفا يوم ما اختار لعيبه، تاني اكرر لك المعلومه دي، الفيفا يوم ما اختار لعيبه تتابعها في كاس العالم للانديه الناس عامه وكتب على موقعه الرسمي، اختار من ال 24 فريق اللي موجودين منهم ريال مدريد بقى ومانشستر سيتي والناس دي كلها 10 لعيبه فقط يتابعوا منهم، هم عاشور اللي من الاهلي. هتقول لا طبعا اكرم عفيف، بغض النظر بحب اكرم عفيف جدا، لعيب ملوش حل، بس اكيد الاهلي شهرته عالميه اكتر من السد القطري بكتير. فهل يزن النعيمات سيختار التاريخ والمجد والبطولات والجماهيريه ام سيختار المال؟ هذا ما سوف نعرفه حلقه قادمه. بس يقول لك يزن النعيمات خلص رسمي؟ لا ما خلصش رسمي. يقول لك رفض؟ ما رفضش. الاهلي يريد الاتفاق مع مهاجم نادي من الدوري الاسباني. في كلام يا جماعه عن مهاجم من الدوري الاسباني اسمه داروين ماسيتش او ماسيت، اسمه صعب قوي، اسمه داروين ماسيتش، اسمه يعني اسمه داروين ماتشس. ده عنده 31 سنه من فنزويلا، بس راجل بيلعب في ريال فالدوليد بلد الوليد، وطالعين درجه اولى السنه دي دوري اسباني، ورايح هيلعب في بلد الوليد، عارضته مع قادش خلصت، وهيخلص الموسم بتاعه خلاص السنه دي، الاعاره خلصت وخلاص عقده فري، والراتب بتاعه مش كبير خالص، الراتب بتاعه اقل من مليون دولار او 31 سنه، بس لعيب رهيب. في كلام ان ممكن الاهلي برضو يخلص فيه، والاهلي متابعه بقوه. ماشي يا صديقي العزيز. قال لك كارثه انتقال بن شرقي للزمالك رغم رفض الاداره. سمعت خبر واتمنى يكون غلط. قال لك ان احد محبين نادي الزمالك والداعمين لنادي الزمالك خلص مع بن شرقي واتفق انه يجي الزمالك وهيدوا له الراتب بتاعه من جيبه، الا وهو مليون ونص دولار، رغم رفض جوزيه جوميز والاداره ليه، بس هو لك اتفقت مع الراجل وهيلعب، يعني هيلعب. فهل الاتفاق هيتم واحد محب الزمالك ده هيمشي كلامه؟ لان الاداره قالت لك لا بن شرقي مش عايزينه، بنحاول بس مفيش كلام معاه ومش عايزينه، وقال لك جوزيه جوميز لا مش عايز بن شرقي ومعتمد على الناس اللي موجوده. فهل محب الزمالك ده هيمشي كلامه واتفاقه، ولا اداره الزمالك هتقول له لا معلش يا باشا بلاش تمشي كلامك المره دي عشان شكلنا؟ هنعرف ان شاء الله. شوبير يهاجم سليمان، كابتن احمد شوبير هاجم كابتن احمد سليمان وقال له من الاخر يعني كلمتين مختصر، لو مش عارف تتكلم في الاعلام او مش ما بتعرفش تتكلم يبقى يفضل انك ما تتكلمش، من الاخر يعني. جماعه على بلاطه، مره يقول لك الغي الدوري، مره يقول لك احنا لعبنا كره القدم ما يهمناش العاب الصالات، مره يقول مش عارف يقول لك ايه. ف صباح الفل يعني. يعني كابتن احمد شوبير هم ثلاث كلمات، لو ما بتعرفش تتكلم في الاعلام ما تتكلمش. موضوع بسيط، بسيط جدا. كان معاك اخوك وصديقك عمرو عاطف من صفحه صاحب الكوره، ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.